من كل قلبي عايز أشكر ربنا على الطريقة اللي استخدم بيها حلقات مدرسة المسيح لربح وتشجيع وبناء حياة الكثيرين بمختلف طوائفهم. لما جاء المسيح ودعا بطرس وأندراوس أن يتبعاه قال لهم كده: هلم ورائي فأجعلكما صيادي الناس. دعاهم أن يكونوا تلاميذ، وعدهم أن هو حيصنع منهم خدام حقيقيين يؤثروا ويربحوا الكثيرين لملكوت السماوات. أصلي أن ربنا يستخدم الحلقات اللي جاية دي تحت عنوان حياة الخادم لتصنع خدام حقيقيين بنعمة الله يعيشوا بأمانة لمجد الرب. آمين. أحبائي، عزيزي المشاهد، أرحب بكم في حلقة جديدة في رحلتنا اللي بنتكلم فيها عن حياة الخادم، أبعاد حياة الخدم، إزاي أكون ابن وتلميذ وخادم وأكهن للرب في هيكله المقدس. وفي الرحلة دي ابتدينا نتكلم ونركز بالذات على البعد الأول دوت، البنوية، والدور ده اللي بنسميه الدور النبوي. مش معناه نتنبأ على حياة الناس، لكنها نعكس صورة الله في بنويتنا، نعكس صورة الأبوة الإلهية بروعتها وجمالها. وده أول حاجة المسيح عملها، الابن الوحيد اللي هو في حضن الأب هو خبره. أزمة كبيرة قوي، أزمة الأبوة والبنوة في العالم، أزمة مروعة. بيقولوا العصر ده الفاذرلس جينيريشن، الجيل الفاقد للأبوة. طبعا الأمهات شركاء برضو يعني في المأساة دي، مش الأباء لوحدهم، لكن في الآخر العائلة تمر بأزمة شديدة جدا لغياب الدور الحقيقي للأب والأم، البيرنتس، الوالدين، وصناعة العيلة اللي مليانة دفى وأمان وحب وقيمة. وفي الرحلة بتاعتنا دي وصلنا في الآخر إزاي أنه بولس عاش الحقيقة دي وجسدها في خدمته، وده الفرق معاه. مش ما كانش متزوج، ما كانش عنده أولاد في الجسد، لكن قدر يعيش دوت لأنه ابن لله، قدر يعيش الحقيقة دي في خدمته العملية. وإحنا كخدام القضية دي مهمة جدا جدا. يا مقادة مجموعات ما عندهمش الأبوة، وبالتالي الرعاية مش رعاية حقيقية. القلب الأبوي بيرعى بطريقة مختلفة، بيعتني بطريقة مختلفة، بيسأل عن الناس بطريقة مختلفة، بيتحمل المسؤولية بطريقة مختلفة. لأن قلنا الأبوة رعاية وإيه؟ ومسؤولية. ومسؤولية، أنا بقى أشاركك في مسؤولية ما تمر به، بنشيل بعضنا أحمال بعض زي ما بيقول الكتاب. واضح أنه الحلقة اللي فاتت كانت كلها أسئلة، وبرضو واضح أن أنا قفلت على صبعكم، فبرضو هناخد الحلقة دي مرة تانية. أنا عايز الموضوع ده يقتل بحثا، لأن ده واحد من الخروم الكبيرة أوي اللي موجودة في حياتنا كأفراد وفي خدمتنا كخدام. أي أسئلة؟ الكلام بيتحدنا قوي، لانه احنا تعودنا نشوف الحاجات الملموسه اكتر، تعودنا نعمل اكتر، طول الوقت في الدوينج. فان احنا ننقل ازاي؟ ننقل يعني بنحس انه الكلام قوي قوي واحنا عندنا احتياج ليه، بس لما بنيجي ندخل في العالم، يعني نعيش في العالم عادي، واحنا طول الوقت السوفت وير متعودين ان احنا يعني طول الوقت بنعمل عشان نستحق. فده بيتحدنا قوي، او يعني ازاي ننقل. انا عارفه ان حضرتك قلت حاجات كتير قوي، بس احنا لسه عندنا التحدي اللي هو احنا مفتقدين ده، او محتاجين ننقل للسوفت وير مختلف. سؤال كويس قوي، كويس انك قلتي سوفت وير، يعني برضو يعني كلمه حديثه مهم قوي دلوقتي. البرنامج بتاعي عندي حاجتين احب اجاوب بيهم. الحاجه الاولانيه، احنا قلنا الحكايه دي اكتر من مره، تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. وقلنا تجديد الذهن هو تغيير السوفت وير. المخ بتاعنا ده الكمبيوتر بروسيسور، ده البروسيسور اللي هو المشغل. المشغل ده بيحتاج برنامج وبيحتاج داتا ومعلومات، صح كده؟ البرنامج غير الداتا، غير المعلومات اللي انت بتدخلها. احنا شغالين بالسوفت وير بتاع العالم،
فلما بندخل معلومات من العالم أو من الكتاب من السماوية بتشتغل بنفس البرنامج ده، فما بتطلعش النتائج، ما بتدينيش الريزلتس. فأنا محتاج أغير السوفت وير، أغير البرنامج. أنا محتاج أغير البرنامج، وبدون ما أغير البرنامج المعلومات اللي بسمعها، القراية الكتابية، الوعظ، بيبقى تأثيره ما بيجيش نص ساعة، لأنه دخل على السوفت وير القديم. عشان كده أنا محتاج ما نسميه تجديد الذهن، إن ذهني البرنامج بتاعه يتغير. أدي مثل، بولس بيقول إيه؟ ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بالتي لا ترى. إحنا السوفت وير بتاعنا مبني على الأشياء التي التي ترى، الملموس اللي أنت قلتيها، مظبوط؟ فأنا التقييم والقيمة بالعناية شايفاه، بالوداني سمعاه. طيب العالم الروحي موجود ولا مش موجود؟ موجود. ربنا موجود ولا مش موجود؟ موجود. كويس. هذا العالم الروحي اللي موجود انا عينيا مش شايفاه، بس انا السوفت وير بتاعي شغال باللي باللي عينيا شايفاه. لما بغير السوفت وير بتاعي واقول لا، انا ناظرين الى الاشياء التي لا ترى، لان التي ترى وقتيه، التي لا ترى ابديه. انا عينيا على العالم الروحي، على ملكوت السماوات ومبادئها وأسسها ونظامها، مش أسسها يعني الأسس بتاعتها، لا، الفاونديشنز بتاعتها، المبادئ بتاعتها، مش أسسها، خلي بالكم. طول ما أنا مركز على ده، المعلومات اللي بتجيلي الروحية بتخش، والمعلومات الأرضية اللي بتجيلي بتتفلتر، لأن البرنامج ده بيقولي ده ربش، ده أي كلام. لما واحد يقول ايه ده، تخنت بعجرت، ايه ده، ايه اللي تعمله في روحك ده، ايه تعبيت يا بنت ولا ايه، ما بتخشش. لو انا ماشي بالنظام ده، الكلمتين دول يلخبطوني واقعد ايام مش طايق نفسي، صح؟ لاني ما سمعتش كلمتين حلوين، مظبوط. البرنامج يا جماعه، البرنامج لازم يتغير. بولس بيقول سيرتنا هي في السماوية، سيرتنا المسيرة بتاعتنا، احنا دلوقتي ماشيين في السماويات، انا عايش رجلي في العالم الارضي والرجل التانية في السماويات، في العالم الروحي اللي هو موجود، اللي هو حقيقي، اللي هو انا مش بتخيله. احنا مش بنقول حاجات خيالات، لسنا نضارب الهواء زي ما بيقول بولس، لا، احنا عارفين كويس قوي، نعرف في عالم الشياطين، والشياطين مجونة وبتلبس الناس، ولما بنخرجها باسم يسوع بتخرج وبتصرخ وبتعمل في العالم الروحي، فهم؟ غير المنظور، في أمور كتيرة بنشوفها بعينينا وبنسمعها بوداننا، لأنه موجود 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 موجود. بس إحنا متبرمجين كده. طب أنا ما برمجتش روحي، أنا ما اشتغلتش على نفسي وغيرت البرنامج بتاع الكمبيوتر بتاعي، ما نزلتش البرنامج الإلهي. وبولس بيتحدانا، بيقول قدموا أجسادكم ذبيحة حية، التكريس، تغيروا عن شكلكم يعني التكريس لا يغير الفعل بقدر ما البرنامج اللي بيغير الفعل. أنا من حياتي للرب، أنا لكن البرنامج اللي بشتغل به هو السوفت وير المهبب ده بتاع العالم، النظام ده، الدوران حوالين نفسي. أهم حاجة في البرنامج ده هو إيه؟ هو أنا. أهم حاجة في البرنامج ده هو مش أنا. يعني اهم حاجه في البرنامجين هنا، البرنامج ده بيدور حوالين ايه؟ انا بدور حوالين انا شكلي حلو، انا كويس، انا الناس بتحبني، انا مقدر، انا البرنامج ده مش بيدور حواليني، انا مش المركز خالص في البرنامج ده خالص. انا اصلا مت مع المسيح وحياتي مستتر، انا اصلا انا مش في البرنامج دوت. فلأني أنا مش الموضوع بتاع البرنامج ده، ببصص على ربنا، فبقدر استقبل الحب، شايف العالم الروحي، فقادر أسمع. فاهمين عايز أقول إيه؟ فلازم نغير السوفت، لازم. وإيه اللي احنا بنسمعه واللي احنا بنقوله ده هيفضل مجرد معلومات بتخش على برنامج آخر، مش بتبقى بروسيس، مش هتطلع، مش هتغير الصورة اللي على الشاشة، مش هتديني نتائج مختلفة.
تغيروا being بتجديد أذهانكم. أنا محتاج الحق يخترقني، أنا محتاج أقعد قدام ربنا وأسيبه يغير البرنامج بتاعي، يديليت البرنامج ده وينزل، أنزل السوفت وير الإلهي. يعني أنا ماشي بالمثل بتاع حضرتك، أداونلود البرنامج الإلهي في التفكير، في القيم، في الأهمية، في كل حاجة. الجميل بقى إن السوفت وير ده الداتا لما بتخش البروسيسور سريع جدا جدا، الاستقبال سهل، استقبال سهل لأنه مظبوط. الاحتياج هو للحب مش للمديح، السعادة غير المتعة. أنا عايز أعيش السعادة مش المتعة. العالم برنامج بتاعه المتعة. لسه واحد عالم يعني سايكايتري عامل المقارنة دي، حوار جميل جدا. أنا يعني عايز أبعته كل الناس لأنه طلع اللي هنقوله ده بالضبط، ده يعني علم بتاع أبوه يعني. وبيقول أنه المتعة المادة بتاعتها في المخ اسمها دوبامين، السعادة هابينس المادة بتاعتها في المخ اسمها سيروتونين، ودول مادتين غير بعض. وبيقول أكبر عدو للسعادة للسيروتونين الدوبامين. العالم عايش على الدوبامين، عايز لذة، عايز يستمتع بفسحة، بكلمة، بعلاقة جنسية، بمخدر يشربه، بأكلة حلوة، بقطعة لحمة مش عارف ايه. يعني احنا عايشين في البلاجر، في الدوبامين، والدوبامين بيحصل له تولرنس فلازم ازود الدوز بتاعه، ومشاكله كتيرة قوي ولا ينتج سعادة، وفيري تيمبوراري وحسي. بينما السيروتونين دوت مبني على الراحة الداخلية والسلام الداخلي والشبع النفسي والرضا، وحاجة تانية خالص. وده ما بيحصلوش أي أدكشن، لا في إدمان ولا في تولرنس، وده بيبوظ ده. أنا ما قلت المحاضرة دي إحنا بقول الكلام دوت، وقلت أنا أول مرة أسمع بقى الدوبامين والسيروتونين، مع أني دكتور يعني، فقلت إيه ده؟ ده اللي إحنا بنقوله ده ساينتيفيك، علميا مثبت، مثبت علميا. بس احنا شغالين بالبرنامج ده بالدوبامين، بينما الكتاب بيقول لا، في حاجه اسمها سيروتونين وموجوده في جسمك، ودي السعاده، واكبر عدو ليها هو ده. البرنامج ده العدو بتاعه هو البرنامج ده. انت فاهماني بقول ايه؟ انا لازم ادرك الحقيقه دي واقول مش همزج البرنامجين على بعض، مش هدخل ده على ده، انا عايز امسح ده، امسح ده، ها، اقعد امسح امسح لغايه لما امسح ده، اكسره جوايا خالص، ها، واداونلود ده عشان نعرف نفهم. انا مجاوب حضرتك؟ شكرا، اتفضل. حضرتك قلت الحلقة اللي فاتت ان انا اكرم ابويا حتى لو بيأذيني. طيب اكرمه ازاي؟ ولانهي حد؟ ويعني ايه اصلا اكرام ان اكرم ابويا يعني؟ سؤال جميل جدا 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 جدا. لو في علاقات في اباء مؤذيين جدا، مؤذين يعني اول ما تقرب منه يروح مديك بالقلم على طول، واخد بالك؟ يعني مؤذين اللي طالع منه أشواك بتعور على طول، لازم أحتفظ بمسافة ما تلطش على طول يعني، عشان الضرب يجي في الهواء، واخد بالك؟ وإلا هخور في الطريق. فالحكمة أني أتفادى الأذية، أتفادى الأذية. فاكرين كلاي؟ كان اسمه إيه؟ محمد علي كلاي. فاكرين كلاي؟ كلاي كان بيكسب اغلب جولاته بالنقط بتاعه انه ما بيتضربش، الضرب بيجي في الهواء بياخد نص نقطه، وبعدين اللي قدامه بيتعب خالص من كتر ما بيجي، لانه لما بيضرب كده ايده مش بتتعبه، لما الضربه بتيجي في الهواء العضله بتتمزق، فاهم؟ فبعد ما اللي قدامه بيتعب خالص بيروح دب 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 جايبه ارضا، او حتى هيكسب بالنقط. فاكرينه كان يقعد يتنطط كده ويلف في الحلقه فاكرين؟ مش ايام كنتوا شباب، مش فاكرين مع محمد علي كلاي ده؟ صح، تعرفوا محمد علي كلاي؟ فاهم؟
كان ازاي بخفة حركته بيتحرك في ارجاء الملعب الصغير دوت بحيث على طول هو بيتفادى الضرب. لازم اتفادى الاذيه بقدر ما استطيع. طبعا انا الاخر في واحده هتيجي في وشي، بس لو كله جه في وشي هبقى نوك داون، هقع على الارض ويعني هتنقل على المستشفى. الاكرام مش اني اقرب زياده، الاكرام اني ما هنش، الاكرام اني اقول كلام كويس، الاكرام لو احتاج لي في حاجه معايا اديها له. لكن الاكرام مش معناه اني انا اقرب لدرجه اتاذي قوي. لازم احتفظ بمسافه تخلي انا اتجرحت كفايه، مش عايز جراح وافضل ايه اعالجها، انا هغفر بس الجرح بياخد وقت. الغفران ممكن يحصل بعد نص ساعه، بس الجرح ممكن ياخد له اسبوعين ثلاثه. فاهميني بقول ايه؟ فانا مش عايز اتشلفط طول الوقت. مش كل الاباء المزين مزين للدرجه دي، فاهم؟ فلو مؤذي او 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 لازم احتفظ مسافه كبيره قوي، يعني اشوف شقه تانية اصلا يعني ما يعني ما ف لكن ممكن ابقى مزيين ابقى يعني صباح الخير صباح الخير باي باي يعني في ازاي الحكمه لتفادي الاذيه. لكن الاكرام مش برد الاساءه بالاساءه، بالعكس بعت رسائل ايجابيه وبصلي له، ولو احتاج حاجه ومعايا هديها له. فاهمين عايز اقوله؟ فده الاكرام، اني اعطي لكل ذي حق حق. الاكرام لمن له الاكرام، الجبايه لمن لها الجبايه، فهدي له حقه الواجب عليا، لكن لازم اخلي بالي اني ما ابقاش ملطشه لاني هفقد القدره على المواصله. انت فاهمني بقول ايه؟ انا بجاوبك ولا انا في حته تانية؟ انا خدت الاكستريم عشان اقول يعني ده اخر العداد، ممكن بقى تعمله زي ما انت عايز. اتفضل. هي طيب لما انا اكرمه مش هيفهمها غلط؟ اللي هو يفهم ايه غلط؟ يعني هيفهم انك مؤدب. قصدي انت مؤدب. هيفهم غلط، هيفهم انك مؤدب. يعني قصدي مش هيتمادى في الاذيه. ما انا هتفادى الاذيه، ودي الحكمه. حد مره شاب جالي يعني ابوه كده شويه يعني، فقلت له نصيحتي ليك عباره كده بالانجليزي bend with the wind. bend with the wind يعني ايه؟ يعني لما يجي الريح التني كده، الشجر الناشف الريح بيخلعه، الشجر اللي لسه مرن الشجره مع الريح تعمل كده 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 لغايه لما يعدي الريح وترجع. bend with the wind، لما يهيج ما تقفلوش كده، هقطمك عديها، وطي بقدر الامكان انها ما تجيش في وشك. واضح بقول ايه؟ bend with the wind. الناس بتبتسم في ايه؟ جالي بعدها قال لي هايل، اشتغلت. احنا عاملين كده هتقطمني بابويا. الحكمة مليانة وداعة ومحبة، هي اللي تكسب يا جماعة. كونوا حكماء كالحياة، بسطاء كالحمام. وانا واخد فصل كامل في مدرسة المسيح عن العبارة ديت، ازاي تعلمنا من المسيح الحكمة، ازاي بيسألوه اسئلة لو جاوبوا يقبضوا عليه دلوقتي لو وقته ما جاش، فبيرد على السؤال بسؤال او بمثل او بحاجة اعطوني دينارا، ما لقيصر لقيصر وما لله لله، تقعد انت 10 سنين تفكر فيها هو قصده يقول ايه، يكون مشي هو يعني. الحكمة، ولو فهمك غلط انك بقيت مؤدب وابن لله ده كويس قوي، الحمد لله نشكر ربنا. سؤال تاني. واضح ان العلاقات الأسرية 100 فل و10. اتفضلي حضرتك، اتفضلي. طيب انا حاسة ان انا لسه مش عارفة استوعب للاخر شبع المحبة دي، يعني حاسة الى اي مدى او امتى
حلو حاسة يعني امتى هوصل للليفل ده فاقول انا وصلت لشبه المحبة لدرجة ايه؟ اني مش بشحتها، اني مش مستنيها من الناس، اني عارفة اديها. دي اجابة؟ دي اجابة؟ جبت من الاخر. شبعان، النفس الشبعانة تدوس العسل، والنفس الجائعة كل مر لها حلو. امتى ابقى انا عارف اني شبعان؟ انه مش بشحتها، وبالعكس وعارف اديها اللي حتى ما بيحبنيش. صح؟ تفضل تفضل. احنا عايزين حلقتين ثلاثه ماشي. لا انا محاط ب عائلات كتير، سواء في الكنيسه او في الشغل او في العيله. فلو انا غيرت البرنامج بتاعي، هل مطلوب ان انا افكر ان اغير البرنامج بتاع الاخرين اللي انا بتعامل معاهم؟ تقدر يعني بحاول. ده لازم يبقى عندك الباسورد بتاع الكمبيوتر وتخش عليه وتبقى انت مش عارف الاوبريتور ولا الادمنستريتور. فعملية هتخش ازاي وتغير البرنامج؟ الامل ان لما الناس تلاقيني انا ماشي ببرنامج مريح تفكر انها هي تغير البرنامج. بس البرامج بتاعتي دي في ايدي انا لوحدي، محدش هيقدر يشيل اللي يمسح البرنامج الارضي ده ويحط البرنامج السوي الا صاحب الشأن. الا صاحب الشأن. انا ما بغيرش حد، انا باثر على الناس عشان هم يتغيروا. انا بوري للناس ان اللي انا عايشه ده اسعد بكتير واريح بكتير. فانت ازاي بتعملها؟ 1-2-3-4 بنال لاكون لافعل. يعني مطلوب اللي انا اعيش قدامهم بالشكل ده فيتاثروا باللي انا بعمله، ولغتي وكلامي اللي طالع مني بيقول ان في حاجه افضل واني مسرح مع نفسي. تمام تفضلي. عايزة أكمل على مارتن. حضرتك كنت قلت أن التصميم الإلهي هو العيلة، وفي نفس الوقت قلت إحنا ساعات كتير بنتعب من توقعاتنا الخاطئة من أهالينا. فهل أنا المفروض بما أني عايز أوصل للتصميم الإلهي أكون بصلي، ولا ده هيكون توقع غلط؟ أصلي أنهم يتغيروا ويبقوا كويسين وتطلع منهم حاجات حلوة ونرجع عيلة بالشكل اللي ربنا خلقه، ولا؟ لو اعتمدت على ده انه يرجعوا عيلة عشان ابقى مبسوط، مش مضمونة، لان لازال في ايديهم. اني انا مع ربنا خدت التعويض وانا بعمل عيلة صح. واضح اللي بقوله؟ اقوله تاني، مش لازم اتجوز واخلف عشان اعمل عيلة صح. بولس ما اتجوزش بس عمل عيلة. بنات المستوحشة اكتر من التي لها بعل. عيالي اللي مش متجوزة اكتر. ماذر تريزا عيالها اكتر من اي واحده اتجوزت، مظبوط. بولس عياله اكتر من اي حد تاني اتجوز من التلاميذ. واضح بنقول ايه؟ فايوه اصلي انه يا رب نرجع العيله عيله، يا رب وماما يرجعوا يحبوا بعض، يا رب نتلم ونبقى عيله يا رب. بس ده في ايديهم. بس انا مش هبني سعادتي وحياتي على ده، لان دي this is their story، دي قصتهم. انا عايز اعمل قصتي صح، فبقى ابن وابقى ام، لاني بقيت بنت وعارفه ابقى ام. ام لما اتجوز، اذا اتجوزت، واضح ان في الجيل ده مش كل الناس هتتجوز، ما بقتش يعني الموضه، واضح الفكره. ف ونشكر ربنا ان في العصر الاول بولس كان بينصح الناس ما تتجوزوش بسبب الاضطهاد وبسبب ظروف الحياه، فقال لهم يعني اللي مش متجوز احسن يكمل كده للظروف الحاليه. وبعد شوية بيقول لا احنا مش مانعين عن الزواج، انا بقول للضيق الحاضر. فانا ببقى ام، فببقى ام للناس اللي انا بخدمهم، فبخلف، بخلف كتير لاني ام، لاني اب، بانجب ولاد بنين وبنات كثيرين. ولو ربنا رتب لي اني اتجوز هعمل عيلة صح، هختار شريك صح، مش تحت الاحتياج هتجوزه بس،
ياما ناس تحت الاحتياج جابت. يعني ياما ستات جم قالوا لي احنا ابونا عمل فينا وسوى، وفي اول واحد جه رحنا متجوزين قلنا نطلع من البيت دوت، فخدوا حته مقلب طلع الزوج اوحش من الاب، واخد بال حضرتك؟ فكانت النهايه مصيبه اكبر من ان انا، فانا مش بصلح الوضع باي حاجه، لان اي حاجه دي ممكن تطلع اسوء. فانا هتجوز باي ذا بوك، هتجوز زي الشيت ما بيقول، عارفين الشيت طبعا ولا حاجه ماشي. فهتجوز معين النظيري عشان ابقى، وبعدين مش بس الاختيار صحيح والممارسه صحيحه، فنعمل عيله صحيحه، فنعيش سعداء ونعكس صوره العيله الجميله امام الناس. اذا ربنا ما دربني ما رتبليش كده، هيبقى عندي وقت طويل جدا لاني انا انجب بنين وبنات في العالم الروحي، واكون لهم اما واكون لهم اما، واعمل عيله جميله، ويمكن اقدر اخدم ناس اكتر من لو انا اتجوزت. واضحه انا بجاوب؟ تفضلي. ما كانش في اسئله واضحه، تفضلي. هل كل المؤمنين عليهم ان هم يبقوا اباء وامهات روحيين؟ يعني في ناس مثلا خدمتهم الميديا مثلا، فهل دول برضو يعني ينفع يبقوا اباء وامهات روحيين، ولا مش كل المؤمنين عليهم الدور ده؟ كلنا نبقى ابناء ولا لا؟ الابناء يبقوا اباء ولا لا؟ اللي قلناه نقولها تاني، كلنا مدعوين نبقى ابناء ولا لا؟ ده احنا لسه ما جبناش قدام حتى، احنا في السطر الاولاني. كلنا مدعوين نبقى ابناء. الابن هيبقى ايه؟ هيبقى اب، صح؟ اللي خد روح البنوه هياخد معاه روح الابوه. البنوه والابوه ايه؟ وجهي عمله واحده، فاكرين ما انا بنقول كويس. فانا هيبقى عندي الابوه ديت. الابوه دي هتنعكس مش وانا بس ورا الكاميرا بصور، فانا ورا الكاميرا بصور هتبقى دي شغلتي، انا عايش 24 ساعه ورا الكاميرا. انا ما بعيش 24 ساعه ورا الكاميرا، دي خدمتي. لكن الابوه دي هويتي، ده دوري. كل الابناء هيبقوا ايه؟ انبياء، هيبقوا اباء، فاهم؟ اقولها تاني، كل الابناء هيبقوا اباء، كل التلاميذ هيعلموا طرق ربنا. الخدام خدمته بقى كارز ولا راعي ولا واعظ، هنجي للحكايه دي، ده موضوع تاني. لكن هويتي كابن على طول بتخليني اب روحي، اب لاولادي واب للناس اللي حواليا. طيب يعني ده معنى ان انا اب روحي لكل الناس اللي بقابلهم في حياتي؟ مش اب روحي بمعنى ان دول عيالي اللي انا خلفتهم، بس بعكس الابوه، فهماني؟ بعكس الابوه، وده قلنا الدور النبوي، انا بعكس صوره، انا بصلح صوره، انا بنقل للناس ربنا بابا. بس هو لو مش ابويا ما بعرفش اعكس الصوره ديت، انا مش حقيقيه، مش بتاعتي. لكن لو ربنا بابا انا على طول بوري الناس، زي ما المسيح تقول له ابي ابي ابي، كان تقول ابي ابي ابي. احنا كمؤمنين ما بنقولش عنه ابي، احنا مش بنعكس الصوره ديت، فمش بنعكس صوره الابوه. فهمتيني بقول ايه؟ انا بقى هبقى كارز واجيب ناس المسيح زي بولس، ولا هزرع كنايس زي بولس، دي قصه تانية. لكن كلنا ابناء، فكلنا هنبقى بصوره ما اباء. صح صح. ما الضلع ده غايب، فالخدمه بتاعته غايبه. احنا مركزين على الضلع اللي تحت ده، احنا خدام بس مش ابناء، ما مش نافعه. احنا خدام بس مش تلاميذ، مش نافعه. احنا خدام بس مش كهنه، مش نافعه. ولا انا غلطان؟ لا انت صح، اشكرك. طيب يا سيس، عباره شيل البرنامج القديم وحط برنامج جديد عباره جميله قوي. ولو بعملها يعني جمله خدت كام ثانيه، لكن لو بعملها على الكمبيوتر بتاخد كام دقيقه، لكن لو اجي بعملها على حياتي بتاخد وقت طويل قوي طبعا. وفي نفس الوقت عندي سيديهات انا شايلها لخبرات فشل ليا، لحاجات صوره ابوه مشوهه لقائد او خادم قبل كده كان عصره في حياتي. فعندي حاجات كتير تانية، عندي حاجات في العالم في شغلي، عندي تحديات في مجموعتي، عندي تحديات في خدمتي، فعندي سيديهات تانية يعني بتبوظ السيستم الجديد او البرنامج الجديد اللي بركبه. فاتعامل ازاي مع كل المنظومه الكبيره قوي
لان احنا خدنا عشان نفهم خدنا 5 حلقات في المربع الاول، خدنا 5 حلقات في النعمه، خدنا 5 حلقات تقريبا في الابوه عشان نفهم، فعشان نطبق ونعيش. يعني 5 حلقات 5 و5 فبالضبط يعني. يعني لو كان حد بينصح حد تعمل ايه، فقال له اعمل الصح. ايه الصح بقى اللي بنعمله عشان نقدر نمسك الخيط من اوله؟ يعني السيديهات اللي عندي دي معلومات، دي داتا، دي مش البرنامج. فانا السيديهات دي، في منها سيديهات هحرقها لانها ذكريات مؤلمه قديمه ملهاش لازمه، بس انا عايز اغير البرنامج. وده اللي بنقوله في شفاء النفس، تغيروا انا كايموس. فاكرين انا كايموس ديت؟ ماضي جديد، بسمح لربنا انه يشفي الذكريات القديمه اللي عامله لي برنامج بايظ، اللي مبرمجاني بطريقه معينه. انا اتبرمجت على المقارنه من وانا طفل، انا اتبرمجت على الحب المشروط وانا طفل، انا اتبرمجت على صوره مشوهه عن نفسي، يا تخينه يا رفيعه يا قصيره يا طويله يا مش عارف ايه. فانا عندي حاجات حصلت معايا عملت عندي برنامج مبني على المقارنه، قيمتي في شكلي، قيمتي في مش عارف في نجاحي، قيمتي. مظبوط كده؟ ده البرنامج، ده البرنامج. شفاء النفس تكلمنا ازاي بيتمسح البرنامج دوت، ونزل البرنامج الالهي المحبه غير المشروطه، ونزل البرنامج الالهي القيمه في الانسان، لا في شكله ولا في امكانياته ولا في كلام فاضي، مش القيمه. يعني مادر تريزا شكلها مش امور ولا ايه؟ وماتت قريب من الوقت اللي ماتت فيه ليدي ديانا، فاكرين؟ كان فرق يمكن اسبوع واحد في الجنستين، وانا كنت دايما اقول بصوا الفرق، دي مشهوره بجمالها وبرقتها والاخره، ودي مشهوره بعطائها. في الجنازه 10,000 وقفوا على الصفين ينادوا ماما 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 ماما. دي القيمه، دي القيمه. ودي الاميره الجميله اللي ظلمها جوزها فاضطرت تخونه مع السواق زي ما هو خانها مع عشيقته القديمه. قصه صعبه جدا بس very popular. ده برنس تشارلز، ده هي اميره الاميرات، ده هي جميله الجميلات. فين القيمه يا جماعه؟ فين القيمه؟ البرنامج لازم يتغير. اين القيمه؟ فين الوزن الثقيل؟ ده المنظور ولا غير المنظور؟ المقياس اللي بيقيس بيه العالم ولا المقياس الالهي؟ اللي في العالم اثبت انه حقيقي بدليل مادر تريزا. يعني هل المبادئ السماويه دي في العالم المادي ما بتشتغلش ولا بتشتغل؟ بتشتغل. بتشتغل تبقى حقيقيه. طب هذه المبادئ ديت الارضيه في العالم بتشتغل ما بتشتغلش؟ بتنتج تعاسه وخيانه وقرف وبهدله. ودي بتشتغل تنتج سعاده وتاثير وخلود. فانا محتاج برين ووش، انا محتاج مخي يتغسل، انا محتاج اتنقع كده واسيب ربنا يمسح الكلام الفاضي دي، القذارة اللي كتبها العالم والذكريات اللي عملت لي برنامج. انا مش بتكلم عن الجراح، انا بتكلم على البرنامج اللي اتحط، المقارنة، الشكل، الذكاء. عشان كده الكتاب بيتكلم لا يفتخرنا الحكيم بحكمته ولا القوي بقوته ولا الغني بغناه. الثلاثة اللي هم الناس بتقيم بيها، اختار الله ضعفاء العالم ليخزي الاقوياء، والفقراء والمزدرج ليبطل الموجود، والجهلاء ليخزي الحكماء. يعني لما اختار ناس غيرت العالم وكتبت التاريخ، ما اختارش خالص بالمقاييس الانسانيه. طب عملوا تاثير؟ فتنوا المسكونه. قضيه كبيره جدا يا جماعه اللي حضرتك اثرتيها دي، البرنامج، السوفت وير. فلازم اشتغل عليه.
ولازم أتأكد إن في ظرف أيام البرنامج القديم بتاعي اتمسح، وبنزل البرنامج الإلهي، وبنزل البرنامج الإلهي. أتمنى أكون واضح. يستحق أن يتوقف عن كل شيء. وانت بتشيل البرنامج وتنزل سوفت وير بتوقف الكمبيوتر، صح كده؟ ما بتشتغلش عليه وانت بتعمل كده، ما بتشتغلش وانت بتغير السوفت وير، صح كده؟ يعني ممكن يبقى مالتي تاسك الكمبيوتر فتقدر تشتغل كذا حاجة، عند التغيير السوفت وير لا ما هو لازم توقف كل حاجة. فلو انت شغال بالسوفت وير القديم من فضلك وقف كده، غير عشان نعرف نشتغل، عشان نعرف الداتا اللي بسمعها وبقراها في الكتاب وبسمعها في الوعظ وبتحصل لي وانا بصلي، تعرف تدخل وتعرف تشتغل، لانها محتاجه سوفت وير بتاعها يشغل الداتا، يطلع نتائج، يديني سكرين مفهوم، يديني داتا حقيقيه، يديني دايركشن لاعمل ايه وما اعملش ايه واعمله ازاي. انا واضح. أشكركم أحبائي عشان متابعتكم لنا هذه الحلقة والأسئلة الغنية ديت اللي بتسري حديثنا، إلى أن نلتقي في حلقة جديدة. ربنا معك. عايز أشجعك إنك تروح للويب سايت بتاع هذا البرنامج schoolofchrist.tv، هتجد كل الحلقات موجودة. إلى أن نلتقي، ربنا معاك.